مساء الخير أستاذ هادي، أهلا بك، أنت معنا. أهلا بكم. أهلا بك. اللجنة الثورية التابعة للحوثي أعلنت تطبيق قانون الطوارئ والقبض على ما تسميه المنافقين، إذن هل انقلبت جماعة الحوثي رسميا من خلال صحيفة الثورة على المخلوع صالح؟ هنا في هذه اللحظة هو يعتبر انقلاب على المخلوع صالح، إلا أنه لا يعي ذلك، لأن علاقة صالح بهم علاقة استراتيجية من يبدو من بداية عهده، يعني وذلك معلوم من خلال الحروب الست التي حاول فيها استنفاذ قوة الجيش الوطني الموالي للوطن من خلال إدراجه في حرب مع الحوثيين ودعم الحوثيين خلال الحروب الست. لكن علاقته الوطيدة بالحوثيين لا تسمح له أصلا بأن ينفك منهم، حتى عاد الاتجاع أو المؤتمرين الذين يناصرون صالح مع الحوثيين سيصبحون يوما من الأيام لقمة سائغة للحوثيين، لأن علي بن صالح لا يهمه إلا نفسه وأسرته، سيقدم كل المؤتمرين وكل مكاسب الجمهورية فداء لهذه العائلة. نعم. التي الحوثي توجه بخطاب لأنصاره وأعدائه، وقد وصف مراقبون أن هذا الخطاب هو خطاب الهزيمة، هل توافق ذلك؟ أنا أوافق ذلك، رغم أني أعتقد أن صالح يسعى بظلفه إلى حده الأخير من خلال تقديم نفسه كقربان للحوثي من أجل انتقام من الآخرين ومن انتقام من شباب الثورة، ثورة 11 فبراير. فاستخدم الحوثيين كوسيلة للقضاء على الجيش الوطني سابقا، ثم الآن استخدمهم كوسيلة من أجل القضاء على ثورة 11 فبراير التي أزاحته عن الحكم. فهو الآن يجني نتيجة أعماله، كان يعتقد أن الحوثيين حليف استراتيجي له، بينما هم حاولوا أن يستخدموه ككرت كما كان يقول أنه استخدم الآخرين كروت. نعم، تصريحات خطيرة أستاذي الكريم لعبد الملك الحوثي، يبدو أن التصعيد بين جماعته وجماعة علي عبد الله صالح أخذ في التصعيد، وقودها ربما طائفي، يعني لا سمح الله إلى أي حد يمكن أن تحدث حرب دينية في اليمن. هي ليست تصريحات جديدة، فعبد الملك الحوثي معروف بعنصريته وطائفيته، يعني هذه الحركة قائمة على أساس عنصري، وعلى الجميع أن يراجع تاريخها منذ نشأتها، وهي امتداد لألف عام من العنصرية في اليمن التي مارسها الأئمة ضد اليمنيين بشكل عام. وإنما الذي لم يطلع على التاريخ اليمني والصراعات اليمنية منذ مجيء الهادي إلى صعدام إلى الآن، من لم يطلع على التاريخ فهو يقول أن الحوثي عنصري، فهو ليست عنصرية جديدة، هي عنصرية قديمة جديدة يعني. نعم، وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك الناشط السياسي الأستاذ هادي الهادي، كنت معنا.